أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب أكمل دراستي. اسمي محمد، كان نجم قرية تيرمالي. مجالي بالعمل الثوري هو ضمن تركيب أجهزة الإنترنت الفضائي. لاحظت بداية الأحداث أنه ما في كتير ناس مثلا بتعرف تشرب تركيب الأجهزة، لذلك ضليت هون بحمص وعم ساعد حاليا الإعلاميين بهذا المجال، والحمد لله صار عندنا خبرة كتير قوية وصرنا قادرين نركب جميع أجهزة الإنترنت، والحمد لله أنه ما في شيء يعني بيعجز علينا رغم أنه إمكانياتنا قليلة كتير. والطريق طبعا من تركيا لهون طريق صعب جدا وصعوبة عم نحصل الأجهزة كمان، لكن أي جهاز عم وصلنا نحن خلال 24 ساعة عم نكون عم نعرف كل مزايا الجهاز وكيف يتركب وعلى أي قمر بيتركب، ما عم نلاقي صعوبة نهائيا. وصرنا متمرسين كتير بهي يعني هي المصلحة في الزفينة السمية. مثلا صراحة أنا ما شلت سلاح نهائيا، خليت عملي كلياته ضمن هالمجال هاد، وعم ساعد الإعلاميين كمان بهذا المجال، وبلاقي حالي مرتاح يعني بلاقي حالي بالمكان المناسب أنا إن شاء الله. طبعا كان عملي أنا بالأحداث كان عندي محل إنشاء، لذلك نحن قدرنا نكسب الخبرة هي الكبيرة، والحمد لله لأنها عم نساعد كتير ناس مثلا برات حتى برات الريف حمص الشمالي، عم يستعينوا خبرتنا نحن بالشام بالغوطة الشرقية بدرعا بحلب، وين من كان نحن عم نقدر نساعد عم نساعد، ما بس أنه ضمن ريف حمص الشمالي. الحمد لله انه كسبنا هاي الخبرة. طبعا علمتنا الثورة انه شيء مستحيل، لذلك قدرنا نتخطى كل الصعوبات اللي كانت تواجهنا بهذا المجال، رغم انه نحن ما عندنا مهندسين اتصالات ولا عندنا حتى نستعين خبرتهم، قدرنا انه خلال يوتيوب انه تعلمت الاشياء اللي ناقصتنا نحن ندرسها يعني بشكل جيد جدا. طبعا الثوره بتفتقد اكثر شيء للشهادات والاكاديميين، يعني انا بحكي على الارض فقط، على الارض نحن مثلا بهذا المجال بده مهندسين اتصالات، يعني بلزمنا نحن مهندسين اتصالات ونحن ما عندنا هذا الشيء، يعني غير متوفر خالص نهائيا، اعتمدنا على انفسنا نحن، واغلب الموجودين يعني بيحملوا شهادات ثانويه وشهادات ابتدائيه، الزوار اغلبهم هيك. وانا واحد من الناس، انا حتى شهاده ابتدائيه ماني شايل، انا دارس الصف الخامس فقط، والحمد لله عندي تعلمت لحالي لغه انجليزيه، يعني تعلمت لحالي، وخاصه بمجال البرمجيات هذا بده لغه انجليزيه قويه كثير. ونحن كنا نفتقد انه ما في مثلاً مهندس اتصالات مثلاً يكون معنا يعلمنا أنه مثلاً كيف بده يتركب الجهاز، كيف لازم نشتغل، ما كان عندنا شغل نهائياً، وهي الخبرة كلها اكتسبناها نحن ضمن الثورة اللي علمتنا أنه ما في شيء مستحيل نهائياً الحمد لله، طالما الواحد حاط عينه بين الله يعني طبعاً. لأن إنه نحنا يعني بالأيام صار معنا خبرة حتى أكثر من هذول المهندسين، بالأيام صارت يعني بعدين صارت إنه جينا المهندسين صار يعرضوا خدماتهم علينا، يعني طلع هيك إنه لقي إنه شغلات قديمة معطوني يعني نصايح معطوني يعني نصايح قديمة تخطيناها نحنا بشوط كبير، صرنا بالعكس صرنا نحنا نعلمهم نعطيهم خلال الخبرة تبعيتنا، والحمد لله وصلنا لهالمرحلة هاي. أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك،
وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة درستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس صار فينا إني كنت حابب كمل دراستي.